معانا الزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي بعد ما رتب كل اوضاعه وفي اول طله له من خلال هذا النهائي المهم. كريم مساء الخير والحمد لله على السلامه. مساء الخير عليك استاذنا استاذ ابراهيم المنيسي وكل التحيه للبشمهندس عادل القيعي الله يسلمكم. طبعا يا رب ان شاء الله باذن الله يكون نادي الاهلي موفق وجهازه الفني باذن الله ان شاء الله كل الحماس والجديه والشخصيه منتظرينها من لاعبتنا ان شاء الله. يا رب كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم. 5 ساعات في الطياره مش كده؟ بالتاكيد طبعا يعني لو بنطمن بقى كل جمهورنا كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي على رحله بعثه فريق النادي الاهلي والاستعدادات المكثفه الحقيقه لنهائي مش هنقول صعب لان النادي الاهلي متعود على هذه الاجواء ومتعود على النهائيات. عدد كبير جدا من البطولات في رصيد النادي الاهلي وايضا كمان النهائيات قبل النهائي كل الامور دي الحقيقه بتطمنا بشكل كبير جدا على بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله لعبتنا قادره ان هي تعود من هنا بال11 يوم 11 بمشيئه الله. يعني ابدا معاك يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم مطار القاهرة وطبعا توافد لاعبي النادي الاهلي عقب انتهاء التدريب اللي كان صباحا اليوم قبل التحرك والتوجه الى مطار القاهرة ومنها الى كازابلانكا وحضور الكابتن محمود الخطيب الكابتن حسام غالي الاستاذ طارق انديل سبق طبعا البعثة زي ما احنا عارفين المشمهندس محمد سراج طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي بصحبه الكابتن السيد كابتن سمير عدلي. يمكن فوجئنا مجرد وصولنا الى مطار الدار البيضاء المهندس خالد مرتجي كان متواجد دعم كبير جدا ومسانده كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي وده الامر المعتاد والمعروف عن مجلس اداره النادي الاهلي في هذه المواقف تحديدا. كابتن حسام غالي هو رئيس البعثه لكن القيمه الكبيره جدا الكابتن محمود الخطيب بيرافق بعثه فريق النادي الاهلي للدعم والمسانده والرساله المهمه جدا جدا للاعبي النادي الاهلي اللي باكد لكم ان هي واصله للجميع من الجلسه الحقيقه اللي كانت في القاهره. ده كان امر مهم جدا وجود الكابتن محمود في التدريب تحفيزه اللاعبين وكلامهم واهميه هذه المباراه. الجمهور منتظر هذه المباراه بشكل كبير جدا. احنا جايين للمباراه دي وده الكلام اللي بيتقال سواء في الطياره او في التدريبات احنا جايين المباراه دي هي مباراه وحيده. احنا ما لعبناش مباراه في القاهره احنا لسه عندنا مباراه وحيده. عشان كده زي ما باكد لك في حماس وفي تركيز كبير جدا. 5 ساعات رحله شاقه كالعاده من القاهره الى كازابلانكا لكن كل الترتيبات كانت مميزه جدا في حضور طبعا السفير ياسر عثمان اللي استقبل فريق النادي الاهلي استقبل الكابتن محمود الخطيب الكابتن حسام غالي كل اللاعبين ووفر طبعا امور عديده جدا تسهيل الاجراءات الجوازات بيكون في تكدسات بشكل كبير جدا في هذا التوقيت اللي احنا متواجدين فيه لكن الحمد لله الامور كانت طيبه جدا على طول مباشره الى الحافلات ومنها الى فندق الاقامه. فندق الاقامه بيبعد يعني من 30 ل 35 دقيقه. كنا طبعا متواجدين في فندق اقامه اخر حقيقه في مباراه الرجاء لكن الرؤيه الاداريه طبعا تحترم للكابتن سعد عبد الحفيظ والجهاز الفني لان تغيير الفندق اكيد ليه رؤيه مهمه جدا لقربه اولا من ملعب العربي الزولي اللي اتدرب عليه للنادي الاهلي وايضا كمان كلها ترتيبات خاصه اداريه يا رب ان شاء الله تكلل بالنجاح. منتظرين بمشيئه الله غدا التدريب الاول لفريق النادي الاهلي زي ما اكدنا قلنا هيكون على ملعب العربي الزولي. ملعب جيد جدا ارضيته ممتازه قريبه بشكل كبير جدا من ملعب من مركب محمد الخامس اللي هيستقبل المباراه. الظروف طيبه حتى هذه اللحظه لكن منتظرين ان شاء الله صباحا نطمن على لعبتنا في التدريبات نشوف الحاله نشوف المعنويات المرتفعه نشوف الجديه وبتدينا رساله مهمه جدا. التدريب الاول هنا في هذه المباريات الكبيره جدا اللي بتحسم بانصاف الفرص التدريب الاول بيدينا رساله طمانينه مدى جديه وجاهزيه اللاعبين لكن كلنا امل وثقه في ربنا سبحانه وتعالى قبل طبعا لعيبه النادي الاهلي وكلنا ثقه ايضا في لاعبينا والجهاز الفني ان هم بمشيئه الله ان شاء الله يبذلوا كل الجهد مشيئه الله في هذه المباراه ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي يتوج في هذه البطوله الصعبه جدا على الجميع. لمستوا طبعا الاهتمام الجماهيري الكبير في الدار البيضاء بالمباراه. بالتاكيد يا استاذ ابراهيم يعني عايز اقول لك من مجرد وجودنا هنا لفندق الاقامه شفنا عدد من جمهور النادي الاهلي متواجد خارج فندق الاقامه حفز اللعيبه افريقيا اهلي نادى على اللعيبه رسائل بسيطه جدا رغم قله العدد الحقيقه لكن تاثيرهم بيكون مهم جدا جدا للاعبي النادي الاهلي. الكل بيحفز وبيآزر وبيساند رغم قله العدد لكن جمهور النادي الاهلي ورا النادي الاهلي في كل مكان ده امر مهم جدا وبينقل الرساله المهمه جدا والايجابيه جدا لان جمهورنا واعي بشكل كبير. المسانده مطلوبه التكاتف مطلوب هي دي المرحله اللي مهمه جدا ان انت تكون بتساند وبتدعم وبترفع معنويات لاعبي النادي الاهلي. عشان كده بقول لك يمكن كانت رساله مهمه جدا جدا كمان في فندق الاقامه ان نشوف عدد من جمهور النادي الاهلي بيآزر ومنتظر ودي الرساله اللي منتظرينها ويا رب ان شاء الله باذن الله جمهورنا يكون مساند ومداعم رسائله تكون مهمه جدا. لعيبه النادي الاهلي فاصله بشكل كبير جدا يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي عن كل الامور تركيزها فقط لغير في التدريبات تركيزها فقط لغير في المباراه مهما كانت كل الامور احنا متعودين والنادي الاهلي متعود اكثر من مره الحقيقه متواجد في المغرب بعض الامور
امور يعني اكيد ممكن نشوفها من جمهور نادي الوداد، من بعض طبعا الامور الخاصه دي، لكن الوعي الكبير والخبرات المتواجده كباتن فريق النادي الاهلي واحاديثهم المستمر، الجلسات الثنائيه الفرديه، ده امر مهم جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون هاديه، عندها ثقه كبيره جدا في نفسها، عندها ثقه في جمهورها ان شاء الله، ويا رب كل المجهودات والترتيبات تكلل بنجاح بمشيئه الله. التمرين بكره في نفس توقيت المباراه ولا التمرين بالنهار؟ يعني لا، يمكن حتى هذه اللحظه لسه طبعا الترتيبات الخاصه للكابتن سعيد عبد الحفيظ متواجد طبعا في اجتماع مع فريق النادي الاهلي مع مستر كولر عقب الوصول، يعني بالتاكيد هيكون السابعه هنا بتوقيت كذا. طبعا انت عارف في ساعتين تحت زي ما بنقول، يعني الساعه ممكن تكون 9 في القاهره 7 هنا، فيمكن هيكون التدريب 7 النهارده، لكن غدا بمشيئه الله بعد غد ان شاء الله باذن الله يكون في موعد المباراه وهو الثامنه هنا بتوقيت كذا على 10 بتوقيت القاهره. ظروف طيبه جدا، الجو مميز جدا حتى هذه اللحظه في موعد المباراه، الجو هيكون اكثر من رائع، جو كره مميز، لكن لسه الترتيبات طبعا الخاصه بيه بعد المؤتمر الصحفي الاجتماع الفني، كل الامور دي طبعا، وايضا كمان تحركنا الملعب المباراه، الحاجات التنسيقيه دي لسه هتتم بعد غد ان شاء الله باذن الله، فيا رب كل الامور تكون طيبه جدا بالنسبه لنا بمشيئه الله. ان شاء الله كل التوفيق. ان تحياتنا لكل البعثه يا كريم، وحمد لله على السلام. الله يسلمك، الله يسلمك. شكرا جزيلا للزميل كريم.